رجعنا لكم في اولى فقرات برنامجنا النهارده، فقره الكبسوله اللي متعودين عليها كل مره. الكبسوله لو تفتكروا الاسبوع اللي فات تناولنا قصه البلازما وبلازما المتعافين، وعرفنا ايه قصه البلازما وبلازما المتعافين والمناعه الايجابيه والمناعه السلبيه. النهارده هنقدم الكبسوله بشكل مختلف شويه، لان احنا على مدار الاسبوع في كام سؤال جولي وحبيت اتناولهم مع صاحب الفقره. خلينا الاول نرحب بالدكتور محمد راشد استشاري حاسبي والمعلومات. دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح النور يا دكتور. ايه الاخبار؟ الحمد لله. سعان زي ولا مش سعان؟ يعني هو التكييف عندكم عالي؟ التكييف عالي قوي يا اخي، حاجه غريبه جدا. صباح الفل. دكتور محمد، احنا النهارده جالي بالظبط ما يقرب من 10 اسئله، انا اخترت منهم 3 اسئله هتقولهم مع حضرتك. تمام. بس قبل ما اتناول الاسئله معاك، كانت عنوان الفقره الاولى بتاعتي النهارده بنتكلم عن دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تغذيه فيروس كورونا. راي حضرتك ايه؟ هو طبعا المقدمه بتاعتك كانت جميله جدا، واتمنى ان هي يعني الاعلام فعلا يتبنى هذه وجهه النظر، يعني لان احنا بالفعل احنا محتاجين دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي نواجه المرض ده او الجائحه دي بطريقه مختلفه جدا. لازم يحصل، لان احنا غير مقبول على الاطلاق ان احنا نستمر على هذا المسلسل، وخصوصا اننا خلال فتره بدانا من اخر 2، النهاردة إحنا في أواخر 6، لم نجني شيء خالص، الدولة لم تجني شيء. الحالات لا، هي جنت شيء، هو التوتر والهلع والفزع. ده اللي احنا خدناه. كلمة حق تتقال إن القيادات السياسية في البلد هنا دايما كانت بتحاول صحيح توصل المعلومة بطريقة إيجابية. دي الخلاصة. عكس الإعلام. على عكس الإعلام، دي صحيح، وكان بتاخد يعني بخطوات ثابتة وبالراحة واحدة واحدة عشان خاطر ما نوصلش لمشكلة كبيرة زي ما احنا دلوقتي شايفين. احنا طبعا معظم الحالات بفضل الله كانت بتتعافى، وكل حتى العلاج اللي موجود كلها تجارب سريريه، يعني مش حاجه مثبته وقلنا خلاص العلاج ده بيشتغل بيجيب النتيجه النهائيه، كلها تجارب سريريه وكلها تحسين ليه الظروف الحاله الصحيه اللي بتدي فرصه بعد كده للجهاز المناعي ان هو يهاجم هذا الفيروس، لان الفيروس ما هو عباره عن ايه؟ عباره عن شفره وراثيه، شفره بيتعرض ليها المريض بتدي زي اوردر للجهاز المناعي ان هو بيتعامل بشكل او باخر. فكل اللي حصل هي وده تسبب للاسف تسبب ان انا عندي دلوقتي مستشفيات وزاره الصحه بشكل كبير جدا في دور كبير جدا، في عندنا مرضى بامراض تانية خطيره جدا اخطر من الكورونا. ويمكن حضرتك اسمح لي يعني واحنا بنتناقش حضرتك قلت يعني مثل يعني فعلا زي ما بيقولوا كده في الجيش في السواده، يعني يعني ايه لما نيجي نقارن الكورونا بالايدز، يعني شتان، يعني الايدز اللي بيقعد في السنتر في مركز جهاز المناعه ما تعملش معاه. انا هقول لك على معلومه بمناسبه الايدز وبمناسبه فيروس كورونا. في سنتر مسؤول عن الاحصائيات في العالم اسمه اعتقد وورلد انفورميشن حاجه كده، جايب عدد الوفيات من 1 يناير لحد 15/6 على مستوى العالم في امراض مختلفه. تمام. طلع رقم 1 الاجهاض، 19 مليون حاله اجهاض توفوا بسبب الاجهاض. تمام. تيجي الايدز بنتكلم في حوالي 7 مليون. ارقام ايه؟ عارف حضرتك الكورونا كام؟ الكورونا تقريبا 405 400,000 حاجه في ساكن. لا، الانفلونزا الموسميه 245,000. ايوه، دي ارقام. أيوة. أيوة. الارقام أيوة. دي أيوة. انا مش جايبها من عندي، احنا قلنا الكلام ده في الاول زمان لو حضرتك متذكر، كنا قلنا لما نيجي نقارن الارقام وحالات الوفيات من كل مرض كان ساعتها الكورونا لا يمثل شيء. خلي بالك هو في حاجه كمان، 245,000 اللي احنا بنتكلم عليهم دول ممكن عيان يخش هو بيشتكي من كذا مرض بس من ضمنهم كورونا. ولما بيحصل له يتوفى لا قدر الله هو بيتقال ان هو بنقول في الاخر متوفى كورونا، مع ان اصل المشكله عندنا مرضى كتير عندهم مشاكل. طبعا احنا لا نركن ان في مشاكل في الميه وفي الاكل وعندنا مشكلات، في مرضى كثير جدا عندهم قصور في وظائف الكلى، في مرضى كثير عندهم مشاكل في القلب، في مرضى كثير عندهم مشاكل في الكبد، في مرضى عندهم مشاكل في الضغط في السكر في الكلام ده كله. لما بيحصل مانجمنت او ما بيحصل يعني خلاص دلوقتي بيخش نشوف الاول كان كورونا ولا مش كورونا، ولو كورونا نعمل مش عارف ايه، لو مش كورونا. فطبعا لا، احنا عندنا فقدنا جزء كبير جدا من الرعاية الصحية لصالح الناس دي، اللي كان من شأنها قد تؤدي في النهاية
تقلل نسب الوفاه اللي حاصله. واحنا يمكن احنا 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 البرنامج او الفقره دعينا، برنامج دعا ان مناطق العزل بلاش تبقى في المستشفيات، تبقى في الاماكن المفتوحه، صح الكلام، في التجمعات. ويمكن الصين عملت كده، لو احنا كنا يعني لما نيجي نقرا المشهد، الصين عملت مستشفيات عزل كبيره جدا وشالتها، يعني بعد ما خلصت شالتها. ليه؟ لان هي ما عملتش اجهاد على المستشفيات، لا، خلت الحالات اللي هي المايلد او الخفيفه تتعالج بره في الهواء، في يعني لان ما فيش علاج للاسف، يعني العلاج بالمعنى اللي هو المباشر ده مش موجود. دي الدعوه من برنامج ساعتك ثروتك للوزارات المعنيه، احنا لسه نعمل مناطق العزل في الاماكن المتطرفه ونرجع نفتح مستشفياتنا، لان احنا عندنا امراض كتير. صحيح، مريض كلى ومريض كبد وامراض كتير قوي. طب المرضى دول يروحوا فين يعني؟ صحيح. دكتور محمد، احنا في اولا جالي اخترنا 4 اسئله من 15 سؤال جولي لحضرتك. اولا، الذروه هتبقى امتى؟ طيب احنا عشان نحكم على الذروه دي لازم يكون عندي بالفعل الذروه عشان نحكم نقول ان احنا عندنا ذروه، لابد ان بيتعمل حاجه اسمها سكرين او احصاء او تعداد او مسح يكون جموعي، عشان اقدر اقول والله ان انا داخل على الذروه وصلت لغايه فين من المشكله بتاعتي. تمام. واعتقد ان احنا ما عملناش ده الى الان، وبالتالي من الصعب، ده وجهه نظري، من الصعب التكهن بالذروه من خلال النسب اللي بتظهر قدامنا. تمام. لان ممكن تكون عندنا نسب او ارقام كبيره واحنا مش قادرين نرصدها. ليه؟ لسبب برضه، عشان برضه احنا من يعني الموضوع بنقول عدم الرصد مش معناه ان هو حاجه سلبيه. تمام. ده عدم الرصد ده ممكن يعني ان هناك اصابات كانت بسيطه جدا، وبالتالي ما قدرناش نعمل لها مونيتور او نعمل لها ديتكت. تمام. فدي ودي اتكررت، يعني نجزم انها تكررت كثيرا. تمام. فانا عشان اقدر احدد الذروه اعتقد تبقى العمليه صعبه شويه، لكن خلينا احنا نبص بره الصندوق. الدول عندنا دول دخلت وخرجت. تمام. يعني عندنا دول دخلت المشكله وخرجت من المشكله، دخلت قبلنا. تمام. وخرجت قبلنا، وفي دول دخلت بعدنا وخرجت قبلنا، خرجت واحنا ما نعرفش لغايه دلوقتي احنا وصلنا للذروه ولا لا. تمام. فنقدر نقول ان احنا يعني ممكن عارف السبب ايه؟ اتفضل. التهويل والتهويل. صحيح. في ناس الموضوع عندها اكزيريتد قوي، دي الناس اللي عشان كده ممكن يبقى معدل الوفاه يعني عالي سن عندنا، مش عالي قوي برضو. وفي نفس الوقت الناس اللي في الشارع اللي بتروح، احنا استقرينا ان معدلات الوفاه معظمها عاليه لان في مشاكل مرضيه ولم يتم التعامل مع هذه المشاكل المرضيه بشكل مباشر، اتعامل مع الكورونا لكن ما تعاملش. يعني اذا الذروه صعب ان احنا نقول امتى؟ صعب نقول، لكن احنا ممكن نقول لا، ده احنا على فكره ممكن لا، احتمال نكون عدينا. تمام. نكون خرجنا يعني. تمام. تفسير اصابات الطاقم الطبي. بص حضرتك، هو طبعا التفسير احنا قدامنا 3 دقايق. بالنسبه لاصابات الطاقم الطبي، احنا قلنا ان هو المرض ممكن يكون في المراحل الاولى ما بياكلش عضال قوي، ومعظم يعني الطاقم الطبي اللي موجود بيبقوا شباب، نسبه كبيره طبعا بتبقى شباب، فطبعا ممكن ما بتظهرش الاعراض او بتظهر اعراض ويتفاداها. يعني جاله شويه صداع فيقول لك عم شويه صداع، زي حياتنا العاديه يعني. يعني احنا برضو ما عندناش الثقافه اللي هي لما تجيلك مشكله تروح تعمل كذا كذا، لا احنا برضو بناخد كوبايه شاي، حته ليمونه، مش عارف ايه. فيمكن يكون ان هو بيحصل نوع من انواع الاصابه وبعد كده تتكرر الاصابه. تمام. وخلينا نقول عشان الفيروس او، ودي حاجه يعني في علم الوبائيات وحاجه في علم الامراض اللي هي المجتمعيه بالذات، عشان يحدث اصابه بمرض معين لابد ان هو يصل بتركيز احداث الاصابه. الفيروس نفسه يبقى بتركيز بيسموه حتى التركيز، ولا عدد الفيروسات اللي تصيب الجسم؟ ما هو اللي العدد هي التركيز. تمام. يعني نسبه معينه او تركيز معين بيسموه انيكولم دوز، او اللي هي الجرعه القادره على احداث العدوى او احداث الطاقم الطبي ممكن يكون بيتعرض لكذا مره، بيوصل لمرحله وبعدها بقى لما بيجي يكتشف يكون هذا الفيروس بيكون تمكن او وصل لمراحل، لان طبعا معظم الحالات اللي بيصاب بيحس شويه صداع مش عارف ايه، خلاص بقينا ده تعرفين، بيروح يعزل نفسه، ياخد الادويه. تمام. ياخد الفيتامينات، ياخد مش عارف ايه، يحسن ظروفه، كذا كذا، فمعظم الحالات بيحصل لها تعافي. اما الاطقم الطبيه للاسف، وطبعا لان طبعا ودي مشكله ظهرت، اللي هو العجز الشديد جدا
العجز الشديد اللي موجود بتخلي اللي سواء كان طبيب او صيدلي او كيميائي او تمريض او اي مكان بيتعرض للمسبب المرضي لاكثر من مره في وقت قليل وعشان كده انا نفسي ادعو يعني احنا نحاول نتصرف نحل هذه الاشكاليه بدعم الأطقم الطبية. وبدل ما بخلي الطبيب أو الطاقم الطبي بيتعرض ل 14 يوم بشكل مكثف لعدد كبير من الحالات في وقت قليل خليه أسبوع. دي مشكلة من وجهة نظري لازم كل الجهات المعنية تتولاها لازم وعلى رأسهم النقابات العلمية موجودة في مصر النقابات العلمية لأن الموضوع لابد من كل رؤية تانية النقابات العملية العلمية يعني نقابة الأطباء، نقابة الصيدلة، نقابة العلميين، نقابة التمريض، النقابات دي لازم تتحد يعني لازم يعني لازم هناك رؤية يعني رؤية حتى للجائحة دي يعني يكون ليه رؤية مجتمعية مختلفة تمام حتى للجائحة وبعد ما نخرج من الجائحة رجع الأمور لطبيعتها لكن لا يعقل ولا يصح على الإطلاق أنا عندي طاقم عجز شديد جدا يصل لربع الكمية الربع اللي أنا محتاجه يعني موجود يعني الربع موجود ومش قادر اعمل كفر واقف عمال اتفرج ده كلام غير مقبول على الاطلاق اشكرك على حماسك لان انت مقتنع بالقضيه وشايف اصابات الاشخاص وهم في البيت ممكن نجاوبها في دقيقه انا هجاوبها لك في دقيقه ودي برضو لها علاقه ببدايه امتحانات الثانويه العامه تمام احنا النهارده بنقول ان هذه الجائحه او هذه المشكله دي يعني بنقول لشبابنا ان انت تحمل المسؤوليه مش مسؤولية نفسك بس مسؤولية أسرتك كمان تمام ايه اللي بيحصل ان بينزل معظم الشباب بينزل يتعامل وده احنا بنشوفه تمام. يعني بيسهروا بالليل وبيخرجوا والدنيا زي ما احنا شايفين احنا مش في عالم اخر يعني تمام. عشان ما نحطش دفش راسنا في التراب تنزل في اي وقت دلوقتي تلاقي الشباب قاعدين تمام فبدون طول النهار بيتعرضوا لمشكلات ويتعرض و تمام وهم بتبقى مناعته كويسة فبيروح ينقل هذا الامر للأسرة تمام. فحتى لو واحد قاعد مش ما بيتعرضش ما بيخرجش ممكن تجيله الاصابه من اي حد شاب او 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 وحاجه تانية برضو بنقول ان حتى وخصوصا ان احنا دلوقتي عندنا ثقافه العزل المنزلي عندنا دلوقتي ده نوع من بروتوكول العلاج دلوقتي اللي بيفيه عزل منزلي اللي يعزل نفسه منزلي يكون هو اكتر واحد حريص على انه ما يسببش اي عدوى وان يكون باقي افراد الاسره عندهم هذا الحرص الكامل بنقول واهم حاجه في الموضوع ده حاجتين رئيسيتين التباعد الاجتماعي بينه وبينه متر ونص الكلام يبقى أقل ما يكون تاني حاجة إيه إنه يغسل إيده باستمرار اللي يتعامل مع هذا الشخص وفي سبب ثالث من وجهة نظري وهو الدليفري إحنا كنا اتفقنا إن إحنا عايزين نطلع من أزمة كورونا خلي مطبخك في بيتك ما تخليش مطبخك بره بيتك الدليفري ده من أكبر مصادر نقل العدوى عموما فيروس كورونا وغير فيروس كورونا فنخف شوية الدليفري إن الدليفري يرجع تاني كتير قوي حلقة النهاردة أنا بعتبرها حلقة بداية سلسلة مشاكل إحنا أثرناها ولازم نحط كذا نعمل كذا حلقة عن كل مشكلة فيهم ونبتدي نحط خلي الاجتهاد يبقى شخص مننا بإذن الله ونبتدي نضع حلول مشكلة الأزمات الطبية والطقم الطبي ومشاكل حتة العزل تبقى في أماكن بعيدة إحنا نتبنى صحيح. خلي بالك عايز أقول دايما إحنا لما نتبنى فكرة أعتقد إن بيبتدوا إن شاء الله بإذن الله أنا أشكرك أشكر حضرتك أشكرك على حماسك أنا يعني حماسك النهاردة لفت نظري لان انت حاسس بالمشكله وعايز اقول لك ان طاقم اللي ورا الكاميرات كلهم سمعونا كويس قوي حتى نسيوا الوقت والكلام ده كله اشكرك دكتور محمد راشد اشكر دكتور محمد راشد الشارح السوي المناعه وعلى امل الكبسوله ان شاء الله تبقى في الاسبوع الجاي خلينا نطلع بقى للفقره الثالثه الفقره المحببه ليا لي بصفه شخصيه الفقره دايما اللي بطلع منها بكميه معلومات واحنا في اشد الحاجه دلوقتي للتوعيه ما نركزليش على المشاكل والارقام ارجوك نزل لي على التوعيه وعايز برضو كلمة حق تتقال ان في بعض البرامج وان لازم اشكر الاستاذ شريف عامر انا معرفوش معرفة شخصية من ضمن الاعلاميين اللي انا كنت بحب اتفرج عليه لان دايما بيتناول الموضوع بطريقة ايجابية وخلينا نتناول بقى الفقرة الثالثة مع صديقي ورفيقي طب نستنى نشوف مين هو صديقي ورفيقي في الفقرة الثالثة طلع لي بقى فاصل عشان نستقبل صديقي ورفيقي شكرا